بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض بقى الجزء العملي الخاص بالاساينمنت او التيم ايه مادة 251. اول خطوة هشغل برنامج النت بين. لما اشغل البرنامج عايز كمان افتح الاسئلة ونبدأ نشوف ازاي هنعمل نيو بروجكت مع بعض. اول خطوة هنعملها هنقول فايل نيو بروجكت، هنقول جافا ابليكيشن ونقول نيكست، ونختار منها تي نكتب اسم البروجكت اللي احنا عايزينه اللي يكون تي ام اي M251 underscore. احنا سمستر الاول في 2020، والله تحط الاي دي بتاعك او ايا كان، وتشيل الكلاس لان احنا ما عايزين البروجكت يكون فاضي. فاحنا كده ستيب 1. طبعا لو عندك بروجكت قديم حاجة تقدر تعمل له كلوز علشان ما يكونش فيه لخبطة معاك. فادي البروجكت بتاعي فاضي ما فيهوش اي حاجة خالص، وهبدأ اشوف الاسئلة اللي معانا وازاي نبدأ نحللها زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. طبعا الاساينمنت نفسها موجودة معانا. احنا قلنا فيز 1 بيقول لنا create class separate class each in dot java، يعني عايز الملف امتداده يكون جافا، يعني نعمل جافا class file represent بيمثل school و room و class، يبقى المدرسة و class تاني للقاعات او القاعات التعليمية والصفوف الدراسية او الفرق الموجودة. تعال نشوف ازاي نعمل الكلام ده. عايزين ثلاث كلاسات، فنروح في الاول كده نروح على السورس كود هنا او السورس باكج، ونقول رايت كليك نيو، ونقول جافا كلاس، ونقول له اول واحد هنسميه سكول. ودايما النيمينج كونفنشن او متعارف عليه عشان تبقى انت شغلك صحيح بيكون اول حرف كابيتال. قلنا له اسم الكلاس الاول سكول، فعمل لنا كلاس فاضي خالص بابليك كلاس، وتفتح بارنتيز وقفل البارنتيز وسماه سكول. هنا بنحط كومنت لو حابين نكتب بيانات عن الشخص اللي عامل الاساينمنت او تاريخ وهكذا. وبعدين نفس المكان نروح نيو مره تانيه ونقول جافا كلاس، علشان احنا هنعمل المره دي كلاس تاني اسمه روم، يبقى ده بيمثل القاعات الدراسيه او القاعه الدراسيه الموجوده في المدرسه وعددهم كام. انا همسح الجزء اللي فوق علشان بس نعرف نشتغل مع بعض الكود بوضوح. بعد كده اخر كلاس هيكون اسمه كلاس، تشابه اسماء مش اكتر، كلاس اهو اللي هو الصف الدراسي اول وتاني وتالت ومتوسط او اعدادي وهكذا وابتدائي والكلام ده. كده بقى معانا الثلاث كلاسز الاساسيه امتدادهم دوت جافا. يبقى احنا خلصنا اول ستيتمنت دي، نقدر نعتبر نفسنا نفذنا الشغل بتاعها. نروح بعد كده الستيتمنت اللي بعدها اسكول، هيتكلم بقى عن السكول تحديدا. يبقى احنا هنروح عند كلاس اسمه سكول ونبدا نشتغل. بيقول building has three has at most three floor. خد بالك، يبقى انا عندي متغير اسمه floors او ادوار صفوف. خلي بالك احنا هنا بنتمرن علشان انت هيجي لك سيناريو زي ده في امتحان الميدتيرم وفي امتحان الفاينل، فانت ارجو ان الهدف من شغلنا ده يكون التدريب على ان احنا ازاي نقرا السيناريو ونحوله لكود بطريقه سريعه وسهله. وانت هتكتب في الورق مش هتكتب في النت بين في الامتحان، لكن مهم طبعا للاساينمنت بتاعتك ان انت تكتب دلوقتي على برنامج النت بين. اتاكد دايما ان انا جوه الكلاس عشان ابدا احط المتغيرات. تعالى بس ننزل الخطوه كده تحت قبل ما اكمل السيناريو، هتلاقيه بيقول لك each class must store its state in private variable. فاحنا قبل ما يقول الجمله دي احنا عارفين ان المتغيرات عندنا دايما بتكون private. فانا هقول integer floor، لو انت floors عدد الادوار، لو انت سبتها كده يبقى انت خالفت قواعد الجافا. لكن قواعد الجافا بتقول دائما دائما المتغيرات بتكون private، ف private integer floors و by default تقدر تديها قيمة ابتدائية او ما تديهاش مفيش مشكلة. يبقى ده المتغير الاول اللي اسمه floors او عدد الادوار. بس هو هنا قايل لي at most 3، يبقى معناها ان انا عايز احط شرط هنتكلم عنه ازاي اخلي اقصى عدد يكون 3، هنتكلم عنها دلوقتي. بس ما ننساش، يبقى عشان ما ننساش نحط كومنت، اللي يحب يكتب الكومنت دي يقول ان الماكسيموم كام 3 عشان افتكر ازاي احط الشرط ده في الكود، بس مش دلوقتي، هنتكلم عنه لاحقا. خلاص unique name and list of rooms. يبقى المدرسة دي او السكول بيلدينج ده لها 3 صفوف حد اقصى 3 ادوار، ولها مش 3 صفوف 3 ادوار بحد اقصى او الموست 3 فلور الاقصى عدد ادوار. وبعدين يونيك نيم يبقى لازم لها نيم، والنيم هيكون سترينج، فبرضه برايفت. ليه قلنا برايفت؟ خلاص اتفقنا المتغيرات دايما بتكون برايفت في الامتحان، اقول لنفسي الا لو هو طلب مني.
والا الستاتيك فاريبل، ودول مش عايزين نطلع من السياق، بس افتكر كده ان دايما المتغيرات برايفت ما عدا الستاتيك فاريبل بتكون بابليك. طب انا هنا ما قاليش لا ده each class must store its state، state يعني المتغيرات بتاعته، in private variable، يعني اكد على الكلام ده. والنيم هنكتب هنا school name، وبيكون unique يعني وحيد، يعني ما فيش تكرار، فممكن برضو نضيف comments يمكن نحتاجه الكومنت ده، انه الكلاس نيم بيكون السكول نيم بيكون يونيك، يعني ما فيش مدرستين بنفس الاسم. طبعا هنا انا كتبت برايفت نيم، المفروض اكتب ايه؟ برايفت سترينج عشان الداتا تايب، بعدين نيم. خلصت كده تاني حاجة طالبها مني. كمان بيكون في المدرسة بيكون فيها ليست اوف روم، ولو قرينا السيناريو زي ما قريناه المرة اللي فاتت أو في البداية في المقدمة، لقينا إن مش محدد عدد الروم، يعني المدرسة دي فيها كام قاعة حسب المدرسة، قاعات كتير قاعات أقل، يبقى معنى كده إن أنا ما أقدرش أعمل الليست دي أري عادية. أمال أعملها إيه؟ أعملها حاجة اسمها أري ليست. من فضلك لازم تراجع موضوع الأري ليست وإزاي تعمل لوب بالفور إيتش والأيتريشن بتاعه. برايفت والداتا تايب اسمها أري ليست. السطر اللي أنا بكتبه ده مع الديفينيشن اللي هنكتبه كمان شوية مهم جدا، لأنه بيجي في الامتحان. برايفت اري ليست هسميه، والاري ليست دي بيكون لها جينيريك كلاس، ده آخر شابتر قبل امتحان الميدتيرم، ومهم جدا 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 في امتحان الميدتيرم. روم، مين اللي قال كده؟ ليه كاتب اري ليست اوف روم؟ انا فكرت لقيت ان انا محتاج اري ليست من دراستنا لها، عشان هو قال ليست اوف روم، والمحتوى بتاعها هيكون عبارة عن مجموعة من الروم اللي هي الكلاس التاني اللي موجود عندنا. طيب ده كده الداتا تايب زي كلمة string وزي كلمة integer، كل array list room دي. فين ال variable بقى؟ ال variable هسميه مثلا room list او list of room، كل واحد يسمي اسم على كيفه، room list مثلا. وابقى كده خلصت الديكليريشن بتاع التلاتة. حد يقول لي بس انا شايف هنا في ايرور. ايوه، لان ده جافا كلاس لازم اعمل له امبورت لللايبرري، ولازم نكون حافظين جملة الامبورت لان هنكتبها في الامتحان. وانا هنا في النت بين اقدر اقف عليها واعمل الت، اضغط على زرار اسمه الت مع انتر. هو بيقول لي كده، لو وقفت على الايرور عشان تفهمه هيقول لك كان نوت فايند سيمبل، اضغط على الت انتر عشان تشوف الملاحظات. فلو ضغطنا على الت انتر هنلاقيه بيقول لنا ان اد امبورت ستيتمنت، فهقول له اد امبورت ستيتمنت، اضافها، اضافت الامبورت وراح الايرور. لكن انا في الامتحان لازم احفظ ان انا لو استخدمت اري ليست لازم اعمل امبورت بايدي، امبورت جافا، دي اللايبرري بتاعت الجافا، دوت يوتيل اليوتيليتي باكج دوت اري ليست. اري ليست اهي. يبقى لما اكتب السطر ده بشكل صحيح يبقى السكول اتعمل بشكل صحيح. طيب هل انا كده خلصت؟ ايوه انا كده خلصت. هل في حاجة تانية تتكتب في السكول؟ طبعا في حاجات كتير تتكتب، لكن مبدئيا انا عملت الثلاث حاجات الاساسية اللي هو قال لي عليهم، بغض النظر ان انا عملت بس ملاحظات على الكونسترين عشان هنضيفها بعد شوية، نرجع نضيفها بالترتيب. خلاص يبقى انا خلصت كده الجزء ده كله او ما يخص السكول، تقريبا احنا خلصناه. طيب نكمل، نكمل. each room يبقى هو راح للروم دلوقتي، has unique room number and capacity which is the number of seats in the room. يبقى كل روم، يبقى انا هروح عند الكلاس اللي اسمه روم الاقيه فاضي ما فيهوش حاجه، هبدا اعرف متغيرات برايفت خلاص بقى، والروم ملهاش اسم، لا لها روم نمبر. خد بالك each room has unique room number، يبقى برايفت صح. اكتب مثلا متغير اسميه روم نمبر، رقم الغرفه او رقم القاعه، روم نمبر، بس ما لازم احدد نوعها صح ولا لا، يبقى ما تنساش انتجر، اكيد رقم الغرفة انتجر. واحد يقول لي طيب انا هسميه، لا انا عايزها يكون فيها حروف، خلاص اعمله سترينج براحتك، هو ما الزمكش بحاجة هنا، بس بما ان هو روم نمبر فيفضل نخليه نمبر انتجر. والروم نمبر ماله؟ يونيك. فانا هكتب الكومنت بتاعنا، وليه بكتب الكومنت ده؟ علشان ما انساش وارجع ابقى احط الشرط بتاعي. انت ليه مش بتحطه دلوقتي؟ علشان احنا عايزين نتعلم الاول نبني الكلاس ستيب باي ستيب، وازاي نعمله الاول من غير شروط وبعدين نضيف الشروط عشان نبقى استفدنا حاجه. each class has unique room number، مقصود بيها ان الاسم غير متكرر، and the capacity which is number of seat in the room، يبقى الكاباسيتي عدد الكراسي، يبقى private، واعتقد هتبقى integer، كلنا مقتنعين عدد الكراسي، هنسميها capacity،
كاباسيتي او السعة، وهو وضح لنا شرح لها، قال لنا الكاباسيتي هي number of ايه seats، صح اهو number of seats in the room. انا ممكن اخد دي كده كوبي واحطها as a comment، comment اللي هحطه بعد الدبل كوتيشن مجرد شرح للي هيقرا الكود بتاعي عشان يفهم انا اقصد ايه بالكلام ده. خلصت. تاني حاجه it also store the assigned class. مش واضحه قوي الجمله دي. it also store دي عايده على الروم، الروم مالها؟ عندها capacity وعندها room number وعندها كمان حاجه it also should store، بيتخزن فيها assigned class to this room. ايه assigned class ده؟ يعني كأن الكلاسز اللي هي الصفوف الدراسية هتتخصص أو تتوزع على القاعات اللي موجودة. فبالتالي كده زي في الجامعة بيكون عندنا قاعة في الدور الأرضي، قاعة في الدور الأول، قاعة في مبنى تاني، القاعات دي لها أرقام، قاعة 410، بنقول إن شعبة كذا بتأسايند أو بتاخد السكشن بتاعها أو بتتسجل في القاعة الفلانية. ففي المدرسة نفس الكلام، في قاعات أو فصول دراسية وفي صفوف، الصف الأول والتاني والتالت وحتى الصف الرابع مثلا يكون فيه رابع أول رابع تاني، فكل واحد بيأسايند بيتوزع على قاعة أو غرفة. فبالتالي بقى عندي متغير تاني اسمه private. كالعادة خلاص كل المتغيرات private إلا حالات خاصة مش موضوعنا دلوقتي. it should store assigned class in this room. أعمل إيه بقى؟ أعمل متغير أسميه assigned class ببساطة كده. بس أنا فين دلوقتي؟ خد بالك إحنا عند مين؟ إحنا عند الروم. يبقى أروح أكتب private. نوعه إيه بقى assigned class ده؟ هيكون كلاس، يبقى انا عند الروم هحط لها كلاس ريفرنس، فاروح اشوف اسمه ايه، اسمه كلاس، يبقى برايفت كابيتال لتر كلمه كلاس. خد بالك كلاس دي اسم الكلاس اللي احنا عملناه، اما بابليك كلاس ده الداتا تايب بتاعتنا، كل الجافا اساسها تكون في كلاسات، ده كلاس وده كلاس وده كلاس سمول لتر. معناها ايه كلمه كلاس سمول لتر اللي انا عمال اقولها؟ دول الثلاثه كلاس، يعني ثلاثة داتا تايب، نوع بيانات جديد مستحدث، كأننا عايزين نعمل كلاس اسمه كار، يعني نوع بيانات جديد اسمه كار. أما كلمة كلاس عشان الصف الدراسي اسمه كلاس، فكتبناها كابيتال لتر، لأن لو كتبناها سمول هتعمل كونفليكت مع الكلمة اللي فوق، فكلاس، وده هيكون اسمه assigned. جبت الكلمة دي منين؟ أو هل أغيرها؟ مفيش داعي تغيرها لأنه هو اللي طلبها في السؤال، فده اسمه assigned class. جبتها منين؟ أهو بيقول لي it should store assigned class to this room. يبقى الروم عندها صف دراسي بيدرس وعندها capacity وعندها room number، ده unique، ده عدد المقاعد، ده الكلاس الملائم لها. وراح قايل لي على حاجة مهمة جدا، initially room are empty. كمان هنفهم يعني ايه initially rooms، القاعات بتكون فاضية، يعني ده empty في البداية، المتغير ده ما بياخدش قيمة. ودي هنعملها ازاي؟ هنشوف دلوقتي لما نروح للكونستراكتور حالا هنشوفها. فاكتب بس ان هي بيكون في البداية initially empty، يعني في البداية بيكون اول ما بنشئ الروم بتكون فاضية ما فيهاش كلاس، بعدين بلحق الكلاس، هنشوف ازاي بناء على طلبه هو. يبقى احنا كده خلصنا كل الجزء ده، نعمله بالاحمر عشان احنا كده يبقى خلصناه كبداية. طبعا لسه هنعدي عليه تاني ونشوف هنعمل ايه. each class هنروح بقى على الكلاس، يلا نروح عند الكلاس. بيقول لي كل كلاس ماله بقى؟ has size number of student. يبقى خلاص بقى فهمنا اللعبة، private integer size، وبرضو اتعودنا نحط comments ايه هو السايز ده، number of student عدد الطلاب. فانا مش هتعب نفسي، هاخدها copy، وانت عود نفسك ان انت تكتب كومنت دايما على كل سطور الكود علشان الكود بتاعك يبقى مقروء، ولما يبقى في ديسكشن بخصوص الكود ده انت نفسك تعرف تتذكر الحاجات اللي انت كتبتها. integer size هو عدد ال student اللي في الصف ده. class level عندهم حاجة اسمها class level مستوى، يعني صف اول او تاني او تالت، فانا هعمل برضو private، وانا للسهولة هعمله integer، لكن ممكن حد يقول لي انا هسميه الصف الرابع الابتدائي، يعني هعمله هعمله string. انا عايز اعمله integer لان هو ما حددش، فانا متهيألي level 1 2 3 4 وخلاص، او تعمله string مش هتفرق كتير، بالعكس لو عملت string هيفيدنا في الاخر خالص، فما فيش مانع برضو نعمله string عشان ما حدش يزعل يقول لي انت كله ماشي integer. لا، private string
ايه بقى اللي هو كلاس ليفل. ما دام مفيش جملة واضحة بتحسم الموضوع، يبقى من حقي او حسب تفكيرك والديزاين بتاعك، ما حدش يعمله زيي، اعمله بالشكل المناسب ليك. كلاس ليفل، حابب تخلي الكلاس ليفل يعني الصف الدراسي ده سترينج او انتجر زي ما تحب، بس هيترتب عليه طبعا تعديلات هنشوفها. maximum number of the student in the class does not، لسه ما قلناش دي، class level and the class teacher name. اكيد طبعا هنا class teacher name يبقى ده اكيد هيكون انا عايز اشيل كلمة class نخليها level بس اسهل، صح؟ string اسمه level، ما هو level جوه class يعني class level، وهنا string تاني هنسميه teacher من غير تيتشر نيم، تيتشر وخلاص. اللي عايز يكتب اسم كامل يكتب، بس راح قايل لنا هنت هنا اللي هو نعتبره كونسترين، ماكسيمم نمبر اوف ذا ستودنت، اقصى عدد ان ذا كلاس شود اكزيد 25 ستودنت. هو هنا يقصد شودنت اكزيد، او يعني الحد الاقصى للسايز، يبقى هنا بين قوسين كمان نكتب ماكسيمم، ماكسيمم كام 25، وهنشوف ازاي نطبق القصة دي واحنا بنشتغل. كده خلصنا، كده خلصنا ده كمان، يبقى كده خلاص بنينا. اسمع كده، الثلاث كلاسات حطينا لهم state of the class، المتغيرات هي بتعرف حالة الكلاس أو state of the class. يبقى لما يقول لي each class must store its state in private، خلصناها، كل المتغيرات عملناها private، خلاص يبقى الجملة دي كمان خلصت. شوف احنا كده step by step فاهمين كل جملة. all required access is done through public method. تعالى بقى، كل اكسس يعني لاي حد عايز اكسس يعني يوصل للدور، يوصل لاسم المدرسه، يوصل لاسم الغرف، للقاعات، يوصل للروم، يوصل للكلاس، يوصل للليفل، اي حاجه من دول لازم من خلال public method. وعلى طول تيجي في بالك كلمه set و get، لكن هنستنى شويه. the public method which you must implement allow user to do the following. الميثود دي هتعمل الاتي: initialize. تعال نعمل initialize الاول. اول ما الاقي كلمه initialize، لو سمحت اكتب على جنب في ورقه كده كلمات مهمه للامتحان. لما يقول لي اعمل initialize تساوي create object، تساوي ان انا انشئ object جديد باستخدام الكونستراكتور. ممكن نكتب الجمله دي من فضلك، يبقى initialize، بس كلمه initialize بس، انا مش هكمل، initialize the state of any created object اهو، من غير get and set the state، لا انا initialize the state of the any created object. يبقى هروح على التلاتة اعمل initialize لده وinitialize لده وinitialize لده. ازاي اعمل initialize؟ يعني انشئ object، يعني اعمل constructor. initialize يعني constructor على طول. طيب نروح بقى كده للschool class، ازاي نعمل له initialization او هنجهزه ازاي؟ هيكون في method، هو قالك ايه؟ public method which you must implement. وخد بالك قال لك ايه؟ public method، فما حدش يجي عند الكونستراكتور ويقول لي هعمله private، لان دي حاله خاصه مش مطلوبه مننا خالص. وهو حدد هنا لما قال ايه؟ public method implement allow user to do the following initiate او initialize. initiate يعني انشاء. ايه الكونستراكتور؟ اسمه نفس اسم الكلاس public، بدانا نغير اهو، public واسمه نفس اسم الكلاس، يبقى school. يبقى علشان انشئ اوبجكت من السكول لازم يكون عندي كونستراكتور اسمه سكول. تعالى بقى دلوقتي الكونستراكتور زي ما انت شايف له اقواس، هنشوف هنكتب ايه جواها، وله بادي. فانا عملت ايه؟ قوس البدايه، صح، والكلوزنج. وتعرف ازاي الكلوزنج؟ من العلامه اللي بالاصفر. طب امال دي ايه دي؟ لو سمحت عشان ما تغلطش، شايف كلمه سكول بدايتها ايه واخر واحده اللي بتنهيها دي؟ اكتب جنبها اند اوف كلاس، اند اوف كلاس، عشان بعد شويه هتلاقي البارنتز او الاقواس دي كترت فهتغلط وانت بتشتغل. يبقى اند اوف ذا كلاس. امال ده ايه؟ ده الكونستراكتور. وممكن نفصله كده شويه عشان نشوفه، ونفصله من تحت. يبقى ده الكونستراكتور اللي انا مظلله دلوقتي ده. طيب هكتب جواه ايه؟ هعمل له انيشيت. يعني ايه انيشيت؟ مفيش شرح، انت لوحدك تفهم الانيشيت، وهي ان انا ادي قيمه للثلاث حاجات اللي موجودين: الفلور والنيم والروم والري ليست اوف روم. طيب تعالى ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة الفلور، رقم. أنا هعرف إزاي عدد صفوف اليوزر هيدخله، يبقى أنا هخلي فيه متغير اسمه فلور يتبعت من الكونستراكتور. يبقى طريقة كتابة الكونستراكتور كالآتي، طريقة كتابة الكونستراكتور كالآتي: أروح جوه الأقواس، إيه الحاجات اللي أنا عايز اليوزر يدهاني؟
اسم المدرسة name اللي هو اليونيك يبقى string name. طب ايه كمان؟ الفلورز عدد الادوار يبقى integer floor. واحد يقول لي طب انا هكتب integer floor الاول او هكتبها ورا، اللي انت عايزه، كل واحد حر. انا هكتب integer floors. ولو خدت بالك انا بسمي نفس الاسم عشان عايزين نتكلم عن موضوع this اللي قابلنا في الامتحانات او بيقابلنا دايما في الامتحانات، name ونفس النيم وفلورز نفس كلمة فلور. طيب والاري ليست هتعمل فيها ايه؟ هنشئ اري ليست فاضية، بس دي مش محتاج اديها له في بارامتر، يعني في الاقواس هنا. ليه؟ لان اليوزر مش هيدخل الصفوف دلوقتي، انا بنشئ مدرسة فاضية. في البداية بننشئ المدرسة، هندخل جوه، يبقى واحدة واحدة. دايما كده يا جماعة لما يديني متغير انا اعمله في الكونستراكتور از بارامتر، اذا انا شايف ان اليوزر هيدخله لي. ما هو سكول ده الكونستراكتور اللي بياخد القيم من اليوزر وينشئ الاوبجكت. فبالتالي عملت string name عشان عايز من اليوزر النيم، وانتجر فلور عايز من اليوزر الادوار، وما تزيدش عن 3. هنشوف نعملها ازاي. جوه هنعمل ايه بقى؟ هنكتب this dot ها name تساوي name، ودي اتكلمنا عليها كتير في المحاضرات. معناها ان this dot name يعني بتريفير للفاريبل اللي هنا اللي هو اسمه name. this يعني الكلاس الحالي ده عنده متغير اسمه name، بينما name دي اللي هي المتغير ده. واحد يقول لي تشابه الاسماء، ما هو تشابه الاسماء ده بيحصل في الامتحان فبيلخبط، لكن احنا ممكن اللي يحب يغير يكتب هنا name وهنا in، name string in وهنا in، يبقى واضح الفرق ان name دي هي المتغير وان in هي البارامتر. ده متغير ثابت على مستوى الكلاس، اما ده بارامتر قاصر على الكونستراكتور ده بس، هيشتغل في الحتة دي ويختفي من الكود، لكن ده معانا طول الشغل بتاع الكود اللي بره دول. فهرجعها زي ما كانت، لكن انت تقدر تعملها زي ما انا عملت كده ان. طب ومين كمان؟ this dot floor ايه هتاخد ايه قيمة الفلور اللي هيدخله اليوزر؟ يبقى floors احنا مسمينهم floors، نلتزم بالكيس سنسيتيف او الاسماء تكون بشكل صحيح. خلاص طيب، يبقى انا هاخد من اليوزر الاسم وعدد الادوار اسجلهم في النيم والفلور. خد بالك ان احنا عايزين نعمل كونديشن. الكونديشن حاجة من اتنين، يا اما نحطه هنا في المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي، تمام، يعني نحط اف كونديشن، وده هيبقى ريستريكشن على انشاء السكول بشكل عام، يا اما نعمله في المين او في الكود. انا هأجلها دلوقتي عشان عايز اقول لك المكانين، وكل واحد يختار مكان يشوف طريقة يحط بيها الريستريكشن او الكونديشن بتاع ان عدد الادوار ما يزيدش عن 3. هنكمل بس ونرجع لها. حاضر. دلوقتي الخطوة الأخيرة الاري ليست دي، الاري ليست اللي هي الروم ليست، هنشئ منها اوبجكت. يعني اقول له اعمل لي ليست فاضية. ما الكونستراكتور ده بيعمل انيشياليزيشن، يعني كأنك بتفتح مدرسة جديدة. فالمدرسة الجديدة حددنا اسمها، حددنا عدد الأدوار، وبعدين نعمل ليست من الصفوف الخالية لسه ما ضفناش فيها ولا قاعة. يبقى أضيف إزاي بنيو، أو أنشئ إزاي الروم ليست اللي عرفتها؟ كان المفروض أقول نيو، بس أنا بعمل لها انيشاليز تحت. فروم ليست أري ليست روم، روم ليست روم ليست يساوي نيو. ها أري ليست أكتبها مرة تانية، أري ليست أوف روم. يبقى أنا كده عملت، طبعا هنا لازم اكتب نفس اللي فوق بالظبط، وابقى كده عملت ايه يا جماعة؟ عملت كونستراكتور. كل اللي احنا كتبناه دلوقتي، احنا دلوقتي انشأنا كونستراكتور عشان كلمة انيشيت، بس عملناه فين؟ عملناه في السكول. يلا نروح على الروم نعمل نفس الكلام. الروم الانيشيت بتاعها ازاي؟ بنفس الطريقة، اللي ما فهمش اللي فاتت هيفهم المرة دي. وارجو ان انت ما تعتمدش ان انت تقعد تكتب وخلاص، لان الموضوع هيبقى فيه ديسكشن، هتتناقش فيه الحل. ثانيا الامتحان هيكون كده بالظبط، فانت لازم تمرن نفسك على الامتحان. انا رحت عند الروم، لقيت الستيت او الثلاث متغيرات، عايز اعمل الكونستراكتور. الكونستراكتور طريقته ازاي؟ بابليك ها اسمه نفس اسم الكلاس، ومفيش ريتيرن. الكلام ده ما ينفعش تشتغله الا لما تكون دارس الحاجات اللي انا بقولها دي. روم وافتح قوس بارنتز وانتر يقفل لي البارنتز، وعشان ما اتلخبطش اي عند الاخيره واكتب end of room class، end of room class اللي هو اللي فوق ده، او end of class عشان اخد بالي من كلمه class. end of class يعني الكلاس نفسه. طيب الكونستراكتور بتاع الروم، يا ترى ايه الحاجات اللي انا شايف ان هي بارامتر؟
اكيد اللي بينشئ اليوزر لما او المستخدم لما يجي يعمل روم جديد هيديني الروم نمبر، يبقى اكيد دي هتكون بارامتر، واحنا اتفقنا ان الروم نمبر انتجر، انت تقدر تخليها سترينج براحتك، انا هسميها روم نمبر، انا حر. انتجر ايه اللي بيحصل؟ روم ماشي، روم نمبر انا عايزه نفس الشكل ونفس الاسم بالظبط، وبعدين عايز اديله كمان الكاباسيتي، احنا قلنا ان في عدد مقاعد، يبقى انتجر اسمه كاباسيتي، ممكن تسميهم ان و سي، ممكن عادي. طيب هنا هيحصل ايه؟ فين التالت؟ التالت assigned class، وهو قال لك في البدايه يكون فاضي initialized empty، يعني لما تعمل قاعه ما تحددش اي صف هيكون، اي صف دراسي هيكون فيها، لسه القاعه دي فاضيه، فبالتالي ما اقدرش احط لها قيمه، فانا مش هاخد من اليوزر قيمه. امال هعمل ايه؟ هشوف دلوقتي، هخليها بنال. يبقى اول حاجه this dot room number اللي فوق دي اللي بالاخضر، حتى هو عاملها باللون الاخضر، بس انا ماليش دعوه بالالوان طبعا. احنا this يعني refer ل this class يعني المتغير، this dot room number يعني room number اللي موجود في الكلاس، يعني ده يساوي على طول كلمه room number اللي هنا، اخدها كوبي زي ما هي، وهما الاثنين متشابهين، عشان كده حطينا كلمه this، والا اي حد هيجي يقرا الكود بتاعك مش هيفهم حاجه، لان انت كاتب له room number بتساوي room number نظرا لتشابه الاسماء، فعشان كده حطينا ديس. انت ليه عاملها متشابهة في الاسماء؟ علشان دايما بيجي في الامتحان الفكرة دي، ان الاسماء تكون متشابهة، فنفهم دور ديس ان هي بتعبر عن referring the class itself او the variable of the class itself object variable يعني. طيب وبعدين ديس دوت ها capacity تساوي capacity، خلاص كده خلصت initialize للاتنين، حطيت القيمة، ده الكونستراكتور اللي هينشئ الاوبجكت، خد مني الروم نمبر من اليوزر والكاباسيتي من اليوزر لما اليوزر دخلهم، فاضل لي مين؟ فاضل لي الاسايند كلاس. هو اللي قال لي في السؤال، هفكرك في السؤال ايه، قال initially all room are empty، يبقى ما ينفعش اروح احط في الروم صف معين، امال اعمل ايه؟ اخليه empty، اخد assigned class، اقول this، شوف كده this dot assigned class، واقول بيساوي ايه بقى يا شباب؟ اقول بيساوي null، null يعني فاضي مفيش قيمة حالية. طب ليه ما حطيتش صفر؟ لان هو من النوع object class، ف class يعني reference type، فال reference دايما بينيشالايز بنال زي ما انت شايف. كده خلصنا الكونستراكتور التاني، يبقى ارجع معلش اراجع معاك، school عملنا له constructor، كل ده عشان كلمة initiate، بس كلمة initiate بس. طيب وبعدين روم عملنا له كونستراكتور، اللي ما فهمش التانية يقدر يفهم في التالتة. هنعمل دلوقتي كلاس تالت اسمه ايه الكلاس التالت؟ اسمه كلاس، كلاس اسمه كلاس. طيب الكونستراكتور بتاعه يكون شكله عامل ازاي؟ تعال نشوف من اللي احنا اتعلمناه. نيجي كده هنا مثلا، قبل ما نقفل الكلام ده نقول له end of the class عشان ما نتلخبطش، end of the class. يعني نهاية النوع ده أو الداتا تايب ده، وهاجي جوه هنا أكتب public. ليه بتكتب public؟ ما أنت كنت بتكتب private. هو قال لي كل الميثود اللي بتعمل access وبتنشئ نوعها إيه؟ public method، والconstructor يعتبر أحدهم، والconstructor لازم يكون public عشان أقدر أستخدمه. طيب public الconstructor نفس اسم الكلاس، فالكلاس اسمه class capital أهو، class وأقواس. يا ترى مين اللي أنا هاخدهم من اليوزر ومين اللي مش هاخدهم من اليوزر؟ هنا الشاطر يقول، هيقول لي انا هاخد من اليوزر عدد القاعات السايز، عدد الطلاب والصف الدراسي والمدرس، يبقى الثلاثه انتجر سترينج، سترينج انتجر سايز، سايز وبعدين سترينج، سترينج ليفل، واخر حاجه سترينج كمان مره teacher، وابدأ افتح البارنتز، ولما اعمل انتر هيقفل لي البارنتز لوحده.
طيب كويس، هبدأ بقى اشتغل اقول ديس. خلاص اتعودنا ديس، وما تنساش الريستريكشن او الشرط اللي عايزين نشوف العلاج بتاعه، في كذا شرط عايزين نرجع لهم، بس خلينا نبني الهيكل الاساسي بدون شروط وبعدين نزود الشروط. ديس دوت سايز يساوي السايز اللي هيحدده اللي بينشئ الكلاس، يبقى سايز تساوي سايز. وديس دوت ليفل ليفل يساوي ليفل الفرقة الدراسية اللي بتدرس ليفل، وبعدين this dot teacher، وده يساوي teacher. تمام كده خلصنا الكونستراكتور التاني، مع العلم ان انا لسه ما حطيتش الكونديشن. الكونديشن يتحط يا اما اف كونديشن وثرو اكسبشن، واحنا لسه ما درسناش موضوع ثرو اكسبشن، عشان كده انا عايز اجله شويه لما نكون فهمنا بس البدايه. لحد اللحظه دي انا عملت السكول كونستراكتور وعملت الروم كونستراكتور وعملت الكلاس كونستراكتور، انا جاهز لانشاء اي اوبجكت من الثلاثه، بس خد بالك المتغيرات كلها برايفت، مش هقدر اجيب اي قيمه منهم اثناء شغلي، لازم استعمل حاجه اسمها اكسسور اند موتيتور جيت اند سيت. جبتها منين؟ اقرا الجمله دي وانت تفهم. انيشيت، خلصنا انيشيت اللي احنا عملناه دلوقتي، جيت اند سيت ستيت اوف اني كرييتد اوبجكت، يعني اكتب جيتر وسيتر لكل متغير. عندي هنا 3 يبقى محتاج 3 جيتر، 3 جيتر و3 سيتر. عندي هنا 3 يبقى محتاج 3 جيتر و 3 سيتر. عندي هنا 3 متغيرات يبقى محتاج 3 جيتر و 3 سيتر. عندي هنا 3 متغيرات يبقى محتاج 3 جيتر و 3 سيتر، معناها هكتب حاجات كتير. في الحقيقة انا هقول لك على طريقة سهلة، هنكتب مرة واحدة بس وهوريك الباقي بيتعمل ازاي في خطوة هتاخد مننا ثانية، بس لازم على الأقل نكتب واحد. تعال نشوف هو يقصد ايه. علشان اعمل جيت وست، عشان ابقى خلصت الفقرة الأولى دي اللي متعلم عليها واعملها باللون الأحمر ونبقى خلصنا الجزئية دي كمان، والجزء اللي فوق ده كله خلاص المفروض خلصناه، فعشان ننهي الجملة دي خالص لازم نعمل اللي هقولك عليه دلوقتي. تروح في الكلاس اللي اسمه سكول وتيجي على الفلور نمبر انتجر، صح، تعمل له جيت وست او النيم، خلينا نشتغل على النيم احسن. فهنقول كده في ميثود اسمها public، طبعا الميثود كلها public. public همشي شوية عشان تاخد بالك. بص جيت نيم طريقة كتابتها زي ما انا بقول بالظبط، تروح تشوف المتغير، لازم تحفظ طريقة الكتابة في الامتحان، هتكتب جيتر وستر. جيت نيم هو الفاريبل اسمه نيم، فانا عايز اجيب النيم، استعلم عن النيم، اسمها استعلامية. ايه بقى الاستعلام؟ جيت، فاكتب جيت سمول والنيم كابيتال. الميثود النيمينج كونفنشن او طريقة التسمية كده، الكلمة الأولى اللي أنا ألفتها جيت حطيتها جنب كلمة نيم فنيم بقت كابيتال، عشان الكلمة التانية لازم تبقى كابيتال. اكتبها كده وخلاص، جيت نيم. والجيتر بيكون أقواسه فاضية مفيهوش حاجة، ولو بارنثيز وبيتقفل بالشكل ده كده، بس لازم له ريتيرن. طيب ريتيرن ايه؟ روح شوف هي النيم نوعها ايه، سترينج، يبقى تكتب هنا ايه، سترينج. يبقى انا كاني بقول له جيت النيم، لو سمحت هات النيم، ده السيجنتشر بتاع الميثود، بابليك سترينج جيت نيم، يعني جيت نيم مش هتاخد من اليوزر حاجه وهترجع لي اسمه ونوع الاسم ده سترينج. طيب وجوه هكتب ريتيرن، الكلام اللي بكتبه ده يتحفظ، ريتيرن اتحفظ طريقته طبعا، ريتيرن مين؟ ريتيرن الفاريبل اللي اسمه نيم، يبقى ريتيرن نيم او ذيس دوت نيم، ذيس دوت نيم، عشان يبقى الكلام دقيق. طيب ايه اللي دي كده فيها مشكله؟ خلاص صحيحه، وعلشان الكتابه وانت سبت مسافات كتير وغلط والكلام ده، رايت كليك بعد ما تخلص شغلك واعمل فورمات، هيعملها لك بصيغه مرتبه صحيحه. تاني كده الكلاس اهو، ودول الثلاث متغيرات، وده الكونستراكتور، وادي الجيت. طب ما تيجي نكتب كمان واحده جيت اخيره وخلاص، عشان نبقى انهينا موضوع الجيت. عايز اعمل جيت بس لمين؟ للفلور. يلا القوس بتاعنا بدايته هنا ونهايته هنا، تاني اهو الاصفر ده ونهايته هنا، ودي نهايه الكلاس، يبقى انا هاجي بره هنا كده، بره مش بره خالص، ما ينفعش اكتب حاجه بره، لازم كل شغلي يكون داخل الكلاس، بس ما اكتبوش جوه الميثود وتقول لي في غلط، لا تكتب هنا. طيب public انا عايز اجيب get، يلا مين يقول بقى get floor number، يبقى الاف هتبقى capital، get floors عدد الادوار، get floors، والاقواس بتاعه الجيتر فاضيه، والبادي بتاعه جوه بيتكتب return، return ها return this dot floors،
ممتاز، بس نسيت حاجة، هو بيريتيرن ايه؟ ارجع للفلور الاقيها انتجر، يبقى بيريتيرن الداتا تايب بتاعت الريتيرن بتكون انتجر. كده خلصت الجيت التانية. طيب والست؟ الست نفس الطريقة بس صيغة مختلفة. public، تعال نشوف public. public ها، خلي بالك معايا، اسمها set name، انا عايز اكتب setter للنيم. set name، الست بتاخد مني بارامتر اللي هو ايه؟ اللي هو زي الكونستراكتور كده، string name. يبقى يمكن انت عايز تست القيمة بتاعت النيم، تغير الاسم، يبقى دي اسمها change، change او mutator. لكن التانية استعلام query او استعلام does not change، وافتح قوس واقفل القوس، وبعدين اقول، قلت لك افتكر كده، الست ده زي الكونستراكتور بالظبط، this dot name، this dot name يساوي name. بص على الكونستراكتور كده معايا، هقول لك الايرور ده سببه ايه. string name و this dot name بيساوي name، صح؟ وده اللي كنا بنعمله، string name اهو و this dot name بيساوي name، بس الكونستراكتور بيحط كل المتغيرات، انا دلوقتي بسيت النيم بس، فمش محتاج غير النيم بس، ولازم اعمل return. طب انا هنا مفيش حاجه، انا عايزك تسجل لي اسمك، كاني بقول لك سجل اسم في الورقه عندك، فمفيش حاجه هترجع، فالفويد هي اللي بتتكتب. يبقى كده خلصنا الستر، يبقى صيغه الستر احفظها، صيغه الجيتر احفظها. طيب نكرر، مفيش داعي نكرر، عايز اكتب بقى كله، خلاص انا فهمت اللعبه. يبقى رايت كليك، انسرت كود، واقول له ستر اند جيتر، هيقول لي فاضل الروم ما عملتلهاش ستر اند جيتر، جنريت، راح عامل لي جيت وست للروم زي ما انت شايف. طب هنا كان في حاجه ما عملناهاش، احنا عملنا جيت نيم وجيت فلور، ست نيم فاضل ست فلور، يبقى اعمل رايت كليك في مكان فاضي بين الميثود. خد بالك الكولابسنج دي معناها ان انت دي البدايه ودي النهايه، فلازم اطلع بين الاثنين زي ما انت شايف كده، ما تجيش في اي مكان وتكتب، بين الاثنين. انا عايز اعمل ايه؟ انسرت كود، وهقول له انا ناقصني واحده ست، ست لمين؟ للفلور، عشان انا خد بالك جيت نيم وعملت ست نيم، جيت فلور ما عملناش ست فلور. قلت لك خلاص بقى انت عرفت الطريقه، تعالى نعملها احنا بنفسنا، فراح عامل لي هو ست فلور اوتوماتيك. طب وايه اللي تحت؟ ما احنا كان في واحد تالت اسمه روم ليست، فعمل جيت روم ليست وست روم ليست. يبقى انا كده نفذت له جيت اند سيت اوف اني كرييتد اوبجكت. طب دول الاوبجكت مين؟ اللي اسمه سكول. طب عايز اروح عند الروم واكرر نفس الكلام، هنعيد الكلام، خلاص احنا فهمنا عندنا كام متغير، واحد اتنين تلاتة، تعال نعمل لهم جيت وست. يبقى انسرت كود، بس انت فهمت يتكتب ازاي الجيت والست اهو، جيتر اند سيتر لمين؟ للتلاتة. خد بالك اللي هيحصل هنا، الكود كان حجمه قد ايه؟ بص، ثلاث سطور وثلاث سطور، جنريت عمل لي الجيت روم والست روم، الجيت كاباسيتي والست كاباسيتي، والست بيكون الريتيرن فويد، والجيت الريتيرن حسب النوع، الكاباسيتي انتجر لكن الروم نمبر انتجر، لكن الثالث اللي هو اسايند كلاس نوع كلاس، عمل ثلاثة وثلاثة. اروح لمين كمان؟ للكلاس الاخير، الكلاس الاخير اللي اسمه كلاس، عنده ايه؟ سايز وليفل وتيتشر. اقف بره هنا، مش بره خالص، بعد الكونستراكتور بس جوه الكلاس، واقف رايت كليك واقول له انسرت كود وجيتر وسيتر، وعندي التلاتة جيت والتلاتة ست. ابقى كده خلصت اول تاسك او الجزء الاساسي، او بنيت الاستراكتشر الاساسي لكل الكلاسز اللي عندنا. هنقف كده ان شاء الله ونكمل، يا ريت الناس تنفذ الحاجات دي عشان نقدر نكمل مع بعض الشغل ونكون فاهمين كويس اللي احنا عملناه. بعد ما نخلص نعمل كومبايل عشان نتاكد ان مفيش ايرور، فده بيعمل بيلد او كومبايل، يعني بيعمل كومبايلنج للكود. طبعا مش هنقدر نشغل ليه؟ لان ما عندناش مين ميثود، احنا لسه ما وصلناش لمرحله التشغيل او كرييتنج اوبجكت، احنا بس بنعمل الكلاس والاستراكشر بتاعه، والكلاس التاني والاستراكشر بتاعه، والكلاس التالت والاستراكشر بتاعه، ولسه ما حطيناش الكونديشن. ارجو ان انت تتاكد ان شغلك كده صح. طب ايه الحاجات اللي تقدر تختلف عني فيها؟ تختلف في انواع البيانات، زي مثلا في الكلاس ده تقدر تخلي الليفل انتجر، ولما يجنريت هيجنريت كل الحاجات دي انتجر. اسماء المتغيرات تقدر تغيره، سايز ليفل تيتشر. المهم تكون فاهم، ارجو ان انت تكون فاهم علشان الامتحان مش مهم الاساينمنت. ممكن نعمل حفظ، طبعا انت لو عملت كومبايل هو بيحفظ خلاص، ف يعني تقدر تعمل سيف، مش انا اسف، فايل سيف، خلاص هو معمول له حفظ لان الايكون اهي محفوظ. كده نبقى خلصنا الجزئيه دي، الناس تكمل الثلاث كلاسز الاساسيه، ونرجع ان شاء الله نكمل مع بعض بقيه المراحل اللي هي كرييت نيو سكول، وازاي نضيف روم للسكول، وديسبلاي
ميثود تعمل عرض واساين، عندنا 4 5 ميثود هنشوف ازاي ننفذهم، وبعدين سيف نحفظ البيانات في ملف ونعمل الاكسبشن او الكونديشن الشروط اللي احنا شفناها، ونكمل ان شاء الله المرة الجاية.